صراحة يعني ما كنتش متوقع ان كم استقط على ممارسات السنة السابقة على 30 يونيو بهذا الحجم. انا فعلا ما توقعتش كده، كنت ما زلت بقول لا هتبقى اعداد محدودة وعمرها ما هتوصل لهذه الاعداد. لما حصل كده ووجدنا ايضا ان اصبح دخلت قوى اخرى في المعادلة اللي هي قوة القوات المسلحة والشرطة، بالاضافة الى القوى التي كانت سابقة، القضاء، الإعلام، رجال الدولة، رجال المال والأعمال، ما يسمونه الدولة العميقة، كل ده اصطف في يعني صف واحد، إضافة إلى الظهير الشعبي. أصبح من الخطر والخطأ استمرار نظام الحكم بهذه الطريقة، خطر على المشروع الإسلامي نفسه. كان المفروض إن احنا نختار البقاء الآمن ولو لم يكن في موقع السلطة.